مرحبا، بهذا الفيديو راح نفرجيكم شلون احنا بنعمل صورة أثناء وجود الحاجز المطاطي في فم المريض. هون راح نحكي عن الأسنان الأمامية العلوية وممكن لحد الضاحك الأول والثاني. مثل ما شايفين نحن بنرفع الحاجز بدون ما نفكه، بنحط الفيلم السنسور بمكان السن المضاد تصويره، بيمسكه المريض بثبته. طريقة ثانية، نحن ممكن نفك نحن جزء من المطاط وندفع الفيلم نحن على هالشكل. إذا كنا مستعجلين أو شيء ممكن نحن ناخذ صورة سريعة على هالشكل. كمان نحن الطريقة الثالثة إنه نحن نفك كل القوس المعدني عن المطاط ونحط السنسور مكان السن المراد تصويره وبيثبته المريض بإصبعته على هالشكل. وهي الطريقة معظم الحالات نحن نشتغل فيها، خاصة بالأسنان الخلفية. نشكر حسن استماعكم.